عفوا مرحبا. اذا الوزير الاول كما كنا نقول منذ بدايه هذا البرنامج دشن المقر الجديد للوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار استعدادا لاطلاق عملها بشكل جدي وبشكل ميداني، وعندها كثير من الادوار تتعلق اساسا بتطوير وترقيه الاستثمار. بطبيعه الحال كما كان منتظر تم تدشين الوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار بحلتها الجديده وبتسميه جديده واعطائها اكثر صلاحيه، ويعني اعطائها يعني كل الصلاحيات من التوجيه والاشراف على الاستثمار في الجزائر وتوجيهه ومتابعته ومرافقته. يعني شفنا اليوم اي مستثمر بفضل المنصه الرقميه التي تم كذلك افتتاحها مساء البارحه من طرف السيد الرئيس يعني الوزير الاول، كل هذا من اجل تذليل العقبات واعطاء اهميه كبيره. نعرفوا اليوم 2023 حتكون ربما السنه ربما تتشيد ما تم فتحه من ورشات في 2022 التي كانت سنه اقتصاديه بامتياز او سنه اقلاع اقتصادي. الجديد في هذه الوكاله هو استحداث شباك موحد للاستثمارات اكبر من 2 مليار دينار، وكذلك بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه اي باش المتعامل الاجنبي المستثمر الغير مقيم تكون عنده يعني مكانته خاصه في التوجيه. ويعني اليوم المستثمر الاجنبي يتبع السياسه العامه للدوله، مثلا عندنا قطاعات استراتيجيه اللي هي مثلا تصنيع المركبات، مثلا او الصناعه او الفلاحه، الصناعه التحويليه، الصناعه الغذائيه، الصناعه الصيدلانيه. فاليوم المستثمر الاجنبي يجد كل التوجيه والمرافقه.